كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار قائم بكل وقار بجور أظاموسي كان أصل عبد أو سنقاطع طارق لزمن وسأل عن الديان بجور أظاموسي كان موسى من البربر حياته مليئة بالشر طلب إنه يتبرر بجور أظاموسي صار القاتل زاني حب العالم الفاني غسل الدم القاني بجور أظاموسي سمع موسى العطشان عن الآباء الرهبان بشهيد كانوا سكان بجور أظاموسي وسأل هل فيه إله له العظمة والجاه قلبي مشتاق لسماء فقيس زوروس إلهنا قوي قدوس تنحني له الرؤوس بجور أظاموسي إلهنا رؤوف حنان أخذ شكل إنسان من حب رد الهوان بجور أظاموسي إلهنا وعد أمين يقبل كل موسى وقال اقبلني كابن ضال توبني اتوب في الحال بجور أظاموسي بدموع واتهالات بتنهد وبزفرات ندم على كل ما فات بجور أظاموسي وأراد أن يستريح بجور أظاموسي قدم طوبى ورعاء علنا وبلا رجعة تفصلها متسعة بجور أظاموسي وإذا بملك موجود يمسح خطاياه السود بيض لوح المشهود بجور أظاموسي كاريوس رأى رب سمحه نجاه وكتب له الحياة بجور أظاموسي من أول الأسرار بالماء والروح والنار وأزل كل الأنظار بجور أظاموسي الثوب أثرها عجيب تشعل في القلب لهيب شارد يبقى قريب بجور أظاموسي القاتل أصبح بر والخاطئ نقم مختار والسارق من الأخيار بجور أظاموسي للطوبة لها مفعول تجعل الزاني بتول والمتمرد مقبول الشهوات والعار النعمة ادت له فخار واصبح اقوى الاحرار بجور أظاموسي والروح قد الجبار بالظلمة للانوار فرسم له المسار بجور أظاموسي في نصف افق الاكرم كان يخدم الرهبان بتواضع السهران بجور أظاموسي وتعب نفسه بإصرار يمشي آلاف الأمطار يملأ لهم الجرار بجور أظاموسي صار يقطع الطريق في ثبات مع تطبيق وتقدم فيما يليق بجور أظاموسي في
فضائل في صلوات في صوم في نزكيات بتخشع ومطانيات لدوري أضاء موسيقى عابد زاهد وأمين وإيمان أساس متين يرعب الشياطين لدوري أضاء موسيقى حب الإخوة وحبوا للكهنة رفعوا الرغبة وطلبوا بدوري أضاموا سيد لكن حين امتحنوه صار الكهنة وطردوه وخضع لما أرادوا بدوري أضاموا سيد قال استحقاق يكون نبذك يا سواد اللون يا رمادي الجلد تهون بدوري أضاموا سمع البطرك أقواله وعرفت أقوى أحواله واتضع روحه وكماله بدوري أضام وسيل كسبوا أمر القدس وصوت الأكسيوس سمعته كل النفوس بدوري أضام وسيل طوباك يا موسى طوباك قد نلت رضا مولاك رب الكرمة أواك بدوري أضاء موسي جالهم موسى القديس على ظهر الرمل الكيس ودخل مهموم وتعيس بدوري أضاء موسي سألوه إيه جاب وياه وإيه الحمل اللي معاه قال إنه شايل خطايا بدوري أضام وسيل كان درس مفيد مشهور قبله الربان بسرور سامحوا القاضي المقصود بدوري أضام وسيل يا ريت نحيا حياتك يا ريتنا في صفاتك اذكرنا في صلاتك بدوري أضام وسيل قدام العرش العالي أمام الرب الوالي اذكرنا يا أبانا الغالي بدوري أضام وسيل البابا شنود الجالي ليعطي له عمر طويل ليكرس بالإنجيل بدوري أضام وسيل الأنباء سيزوروس بن إبس قبوس احفظوا يا قدوس بدوري أضام وسيل والأسقف والإكليروس احميهم يا قدوس حتهم بعساكرني أنجيلوس بدوري أضام وسيل الشمامسة والرهبان والقدام في كل مكان يا رب املأهم إيمان بدوري أضام وسيل ساتوبك قد نلت رضا مولاك رب القرمى صنك وحماك بدوري أضام وسيل في
Yeah.